فاش اليوم ممكن تكون فترة الصيام أيضا فترة اللي غادي تخصي فيها شوية الوقت لنفسك لله، لأنه حتى نفسك عليها واجب وخصك تلقاي شنو هي الوصفات إن شاء الله الطبيعية اللي من خلالها اليوم غادي نشوفوا العادات الحميدة اللي خص أي سيدة تحافظ عليها، أي مرأة أي شابة، للعناية بالبشرة، وجه يدين رجلين البشرة عموما، الشعر، والملاحظ ربما أنه بعض الناس اللي كتكون عندهم مشاكل الفطريات والقشرة كتكاثر، فشنو الحل؟ نهضروا أيضا على صحة اللثة والفم وكيفاش أيضا نحاربوا عموما الروائح الكريهة خلال شهر الصيام. هذه أيضا طلبات اللي كتبتوها لي على صفحة ديال الفيسبوك. نهضروا على التعرق وأمور أخرى، وأي سؤال آخر تصلوا بنا وقولوا لنا شنو طلب ديالكم للدكتور عماد في برنامجكم حديث ومغزل. دكتور عماد، أول شيء غادي نذكروا به اليوم نبداو بالشعر وغادي نبداو بسلوك عام اللي خاص المرأة تكتسبو. أنا كنحاول دائما وأنا وحدة يعني من النساء المغربيات كنشوف نمط العيش كيفاش كيولي، كتكثر شوية تمارة، كينقص النعاس، نو الفياق، لأنه الصلاة، لأنه العبادات، لأنه كنبغيو نديرو كل شيء مزيان، ولكن هاد الشيء كيجي على حساب أش؟ كيجي على حساب أيضا ربة البيت والمرأة اللي كيخصها تخرج الوقت لكل شيء وما كينقص لها الوقت لراسها. فأصلا دابا ملي قربت الشهر هذا المبارك، بزاف ديال الأخوات وبزاف ديال الناس كيوليو كيهتموا بواحد الجانب واحد، وهذاك الجانب راه عنده علاقة بالحياة كاملة، لأن من باب الدين يعني إلا مشينا للدين غادي نقولوا بأن راه ولا الحياة، فإحنا عندنا الوسطية في أي حاجة، الاعتدال. يعني إلا درنا الإسراف في أي حاجة راه كنهلكوا صحتنا، لأن حتى الإسراف في العبادات وما تعطيش عاوتاني حق للداس ديالك هي كتأثر على الداس ديالك. الإسراف أنك صحتك ما ترد ليهاش البال، فهذاك شيء كامل كيعاود يرجع لك. شنو هو الأساس؟ الأساس هو الإنسان في رمضان بعدا كيدخل بحال داخل واحد المعركة. شنو هي؟ خاصني ندير واحد الماكسيموم ديال الشهيوات، خاصني نطيب، خاصني نكون دائما واقفة في الكوزينة، ما نهتم لا براسي، ما نهتم لا بصحتي، لا بالجمال ديالي، لا بوالو. فهكا كيبان شهر رمضان، وهو راه العكس، هو شهر رمضان لجة جا كما قلت لكم باش يدير لينا لو فيدونج. اذا هذا لو فيدونج شنو هو؟ فيدونج راه بحال مشيتي خلصتي واحد ثمن باهظ في واحد المكان باش ترتاح، ولا واحد السبا وغتخلص فيها واحد ثمن باهظ، علاش؟ باش تعاود ترتاح وباش تعاود ترجع الحياه ديالك النمط ديال الاولي، باش التوازن ديال الجسم ديالك يلقى كما كنقولوا كيرجع للحاله الاصليه ديالو. فهذا هو رمضان راه الله سبحانه وتعالى خلقه لاش؟ باش غنرتاحوا، باش ذاتنا كترتاح. إذن كترتاح شنو هي الراحة؟ الراحة الروحية أولا، ثانيا الراحة الجسدية، كيفاش أننا خصنا نتخلصوا من داك السموم اللي كيكونوا في الداس ديالنا، وثالثا أننا نحاولوا أن من هذاك رمضان كنبداو نمط العيش ديال العام الجديد. إذن كيبدا بحال عام أخر، خصو كيفاش يلقانا؟ خصو يلقانا مرتاح. ولكن السيدات الله يسمح لينا منهم ان مورا ما كيدوز رمضان خصها واحد 3 شهور اخرى باش كتعاود ترجع صحتها وهي غاده. فهذا هو اللي خصنا نركزوا عليه. اذا اولا في الفتره ديال الصيام، او دابا ما بقى والو فتره الصيام، ولكن في هذه الفتره هذه خصنا نهتموا بذاتنا. اذا اولا التغذيه المتوازنه، انما ماشي التغذيه هي خصني نكثر وهي خصني نغلق، لا، التغذيه خصني ناخذ المواد الاساسيه اللي كنهملوها. باقي كنقول لي سلطات، يعني الشلاضه، الخضر، الشلاضه اللي هي فيها الاملاح المعدنيه وفيها المواد المقويه، الخضر اللي فيها الالياف باش كنبقى محافظ على الجهاز الهضمي ديالي، والماء بزاف، خاصنا ضروري نشربوا الماء بزاف. هاد الامور هذه كلها شنو كدير؟ الا كنا كناخذوا الاملاح المعدنيه، الفروه ديال الراس ديالي كتكون عامره بالاملاح المعدنيه، اذا الجذر ديال الشعر ديالي كيكون قوي، الشعر ديالي كيبقى ليه اللمعان ديالو وكيبقى كيستافد من هاد المواد هذه. الا هضرنا على الالياف، راه الجهاز الهضمي ديالي، ما تنساوش بان الجهاز الهضمي الا ما كانش كيشتغل بواحد الطريقه طبيعيه، هادشي كيبان في البشره ديالكم.
أنا البشرة كيولي تبان فيها الصفورية، كتولي تبان فيها البهوتية، كيوليو البقع اللي في البشرة ديالنا ما كيبقاوش، كيوليو كيتكاثروا أكثر، التلوين ديال البشرة ديالنا كيختلف، هادشي كلشي من نمط العيش، هذا من جهة، ولكن هادشي كله كوم. والمسألة الثانية أننا ما نعطيوش الوقت الكافي للدس ديالنا باش ترتاح، لأن باش نبقى 24 ساعة على 24 ساعة ما كننعش، ولا كننعس نص ساعة في النهار، فهذا راه كندرس صحتي، وتمع الله سبحانه وتعالى راه ربي ما كيتقبلش هذا الشيء. حنا عندنا واحد الساعات كافية للنوم ديالنا باش الحياة ديالنا كتستمر، لأن حتى العبادات راه نزلات باش نرتاحوا، راه ماشي باش نزلات باش نصعبوا تصعب علينا الحياة، لا، باش نرتاحوا، باش نلقاو داك التوازن، باش نلقاو ديك الطاقة الإيجابية في الحياة ديالنا. هذا من جهة. من جهة أخرى الاهتمام بالنظافة، بزاف ديال الناس كيخليو النظافة في الفترة ديال الصيام، فهذا مغلوط، وخاصة مثلا في الفترة فاش الإنسان غادي للمسجد، فكثير من الناس دابا الإنسان دير واحد الموعد مع واحد الإنسان وواحد المسؤول مهم، راه خصو يتقاد، خصو يمشي يشري واحد اللبسة، خصو ما هي وما لونها، وخصو واحد العطر معين، فراه انت غادي تمشي تقابل الله سبحانه وتعالى في دارو اللي هو المسجد. إذن هنا وعرف بأن كاينين الناس خرين مصلين اللي كيكونوا كيصليوا معاك، لأن كاين بعض الناس اللي كيتجنبوا يمشيوا للمسجد، وخاصة ملي كيكون واحد المسجد حداهم في حومتهم. علاش؟ لأن ملي كيدخل داك المسجد راه اش نقول، راه الروائح، الناس ما كتهلاش في المساجد، الكثير من الأحياء حتى المساجد ديالهم ما كيتهلاوشهم، لا من ناحية النظافة لا من ناحية ديال بزاف ديال الأمور. إذن ردوا البال لهذه المسألة، النظافة من الإيمان أكيد أكيد. إذن شنو هي النظافة؟ نعتني بالجسم ديالي، راه ماشي حرام أن الإنسان ينظف الدس ديالو، بالعكس، لأن الصائم إذا كان نظيف هذيك راه مسألة أخرى، وأصلا النظافة مزيانة لك لصحتك، ولا أنت يا أختي ولا أنت يا أخي، راه بجوج بكم. ثانيا أن نعتني حتى باللثة، لأن ما تنساوش أن في الفترة ديال الصيام كيولي كيتفرز لينا لاسيتون. الأسيتون هو واحد المادة اللي كتفرج جراء السكر اللي كيولي كينقص لينا في الدم ديالنا، ولا 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 التفاعلات ديال الجلوكوز اللي كتكون في الدم ديالنا في النهار ديال الصيام، كتفرز لينا هاد الأسيتون. الأسيتون هي اللي كتعطينا واحد الرائحة. إذن غادي كاين بعض الناس اللي غيعقبوا يقول لك رائحة فم الصائم، ولكن راه الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا النظافة من الإيمان. إذن مورا الفطور نعتنيو باللثة ديالنا، إذن نحكو سناننا مورا ما نفطرو، من بعد العشاء إلا كانوا الإخوان كيتعشاو الأخوات، وفي السحور ضروري أن نديرو واحد النظافة ديال الأسنان ديالنا، باش النهار كامل كتبقى اللثة محافظة على التوازن ديالها، وما كيتكونوش فيها البكتيريات، لأن الإفرازات ديال البكتيريا زائد لاسيتون اللي هضرت عليه اللي كيتفرز في الفترة ديال الصيام، راه كتولي واحد الرائحة يعني اللي كما كنقولوا حتى شي واحد ما يمكن له يقرب لهذا الإنسان ولا إنسانة. إذن هذه ردوا ليها البال. وصفات العناية باللثة غادي تكون إن شاء الله نعطيوها اليوم في الحلقة، وغادي نعطيو وصفات أخرى للعناية بكل الأمور اللي كتعنيك لله، وكنرجع لكلمة التوازن والاعتدال. أكيد. هو السر ديال السعادة، هو السر ديال الصحة. وبالنسبة لكم مستمعاتنا اللي كتكتبوا لي على الصفحة ديال الفيسبوك الرسمية ديالنا، وشنو نديرو، دخنا اختي سناء ما بين الشهوات اللي كتقدموا لنا وما بين نصائح دكتورة سناء العناني، فكنقول لكم نفس الجواب، السر هو الاعتدال والتوازن. صوبي على الله شهواتك وحضري الوصفات ديالك لرمضان، ولكن ما تاكلي شيء منها بالكثرة، كلي على قد النفع. وهذه هي الروح ديال رمضان، هو انه هذاك الشيء اللي حضرتيه ممكن تذوقي جيرانك، ممكن تذوقي شي واحد من العائله اللي ما فحالوش تعاوني. راه هذه هي القيام ديال شهر الصيام، هو نحسوا ببعضنا. نعم. نحسوا بالناس اللي محرومين، الناس اللي خاصهم المساعده، نفكروا ويكون عندنا هذا السخاء وهذا الكرم اللي هو من الشيام ديالنا. غادي نشوفوا بالنسبة للبشرة شنو هي أهم النصائح والعادات وأمور أخرى. بداية غادي ناخدو حبيبة معنا من أكادير، مستمعتنا على الخط. حبيبة صباح النور، مرحبا بك على راديو أصوات. عليكم السلام. عزيزة عندي هاد السمية حبيبة، غزالة هاد السمية، مرحبا بك. يعطيك الخير يعطيك الخير. أشي فرحانة من اللي درت معكم مع الدكتورة سيرة. صح سيرة، ما عنديش هو اللي غنقدمي في المشكل ديالي وفي حياتي، الله يرحم والديك.
انا عندي انا ولدت البنت الكبيره، المهم عندها 14 عام وولدت لهم توام جوج. المهم ابخي المهم ديك الكبيره ديك المهم توام وحده ميان وحده ضعيفه بزاف عندنا حتى الحده ياك. وهذيك النحاسه حاده لقات لي المشكل. من بعد ملي مشيت عند الدكتور قال لي راه كانت عندها جينيات كتشبه لباها وهذا الشيء ذاك المشكل. دابا ما عرفتش الباب شديتها شي حوايج ما لقيت لها والو لدرجه البنت كتبكي. المهم عندي المشكل بزاف الله يرحمها عليك. دابا ولدتي تويميات وحده في التويميات عندها نحافه مفرطه. وحده نورمال هذيك زادت كيلو ونص، هذيك زادت كيلو ونص، هذيك زادت جوج كيلو يعني. وهذيك عندي مشكل بزاف. قول لي شحال في عمرهم؟ شحال في عمرهم؟ 14 13 عام باقي البنت عندها المشكل الله يعطيك الخير. 13 عام دابا تبارك الله راه ولاو عزيبات ولاو عندهم 13 عام. اوي 13 عام ولكن البنت باقي عندها ديك النحافه الحاده 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 ما كنشوفش انا بحالها. واخا النحافه الحاده شحال تقريبا شحال من كيلو في البنيته؟ المهم دابا يلاه عندها 33 كيلو. 33 كيلو 13 عام 33 كيلو. واخا الطبيب دار لها تحاليل ديال الهرمونات؟ الطبيب دار لها تحاليل الهرمونات قال لي عندها شويه فقر دم على الجناه قال لي راه خاصها ضروري. شحال هذه باش واخا بلاتي فقر الدم شحال هذه باش عجلتوا لها فقر الدم؟ دابا شي عام هذا دابا شهرت لها فقر الدم. وفاش مشيتي عاودتي التحاليل قال لكم راه ما كاينش مشكل. لان الفقر الدم ما بقاش. وي دابا فقر الدم شويه فقر الدم ما بقاش ولكن كاين نحافه. سمحي الله يرحمها لك واحد الدقيقه الله يعطيك الخير. اذا النحافه الحاده، النحافه الحاده بعدا فقر الدم اذا كانت كتعاني منه شحال هذه ومده هو عندها فعام راه ما كافيش ان ترجع الوزن ديالها. اذا خصك انا ما عنديش فقر الدم بزاف قالت لي خزاها عندي واحد شوي قال لي والله ما غادي يدير لها المشكل. واخا غير هو السن دابا ديال 13 سنه راه باقي ان شاء الله تزيد في الوزن يعني 13 سنه راه ما تخلعكش هي هي الله يسمح لنا من الوالدين ولكن ما تهوليش الامر بزاف باش نقول لك اختي الدرجه البنت راه معقده ليا ولكن بلاتي لا غير نتفاهموا انا نتفاهموا انا وياك ولكن راه البنت معقده لانك انت كتهولي مع الموقف. اوي كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه كاينه. لحقاش انتم في الدار الا كنتوا هذا الشيء غادي تاخذوا عادي كما كنقولوا حنا ما مسوقينش راه ما البنت ما غاديش تاثر. حيت علاش؟ حيت انت الام ديالها انت خصك تعطيها الامان بعدا. حيت انا الا ما لقيتش الامان في من الام ديالي كيفاش غادي نلقاها انا من البراني؟ اذا انت خصك تعطيها الثقه في النفس لان 13 عام واخا تكون عندها النحافه المفرطه واخا تكون نحافه الطبيب ملي كيدير التحاليل كيلقى البنت ما عندها والو الامور بخير حياتها عاديه ما كتعاني من حتى شي مرض قلتي لي فقر الدم كان شويه تعالج اذا ما تبرزطيش راسك فوقاش حنا كنوليو كنهضروا على انا باقي كنعاود النحافه المفرطه ولا النحافه فوقاش كنوليو كنهضروا على العلاج وفوقاش كنوليو كنتخلعوا ملي كيكون المسائل فيها المرض تفهمنا. اذا البنيته عندها 13 عام غادي تخليها راه البنيته غتزيد واحد الخمس سنين اخرى ولا ست سنين على ما يوقع فيها التغيرات الفيزيولوجيه والتغيرات الهرمونيه ديالها العاديين فكوني على يقين بان البنيته غادي ترجع الوزن ديالها وانت غتولي تقولي من السابق ورجعت لي غير الوزن الاولاني صافي تفهمنا اختي لان هذه المساله هذه ما تحاولش تبرزطك وما تحاولوش ديروا منها واحد المشكل. هي طبيعي تشغل بالها وطبيعي تهتم وخاصها تهتم من مسؤوليتها غير هي خاصها توضع الامور في الحجم اللي كتستاهلو لانه كنلاحظوا من خلال دابا اليوم مكالمه ديالك حبيبه وكنفهموا طبعا هذا الشيء راه حنا امهات من خلال كل الاخوات اللي كيتصلوا بنا على وليداتهم اللي ضعاف راه الا كانوا وليداتكم فايقين مزيانين في القرايه ديالهم عندهم واحد الاقبال على الحياه عندهم واحد الحيويه واحد النشاط موقدين راه هذاك هو المهم. من بعد الوزن راه ما يسالش خليكم امنين مادام درتوا الجانب الطبي شفتوا التحاليل انها مزيانه راه الانسان خصو يبقى مطمئن ويبقى كيركز على الاهم. الاهم ماشي هو الشكل، الاهم هو الاخلاق، الاهم ماشي هو الشكل، الاهم هو القلب والروح ديال بنتك. ساعدي بنتك باش تطور باش تكبر باش تنضج باش تنمي الداخل ديالها الجوهر ديالها هو اللي اهم. اما الشكل راه عابر، احنا كلنا الشكل ديالنا عابر، احنا كنا غير عابري سبيل. وكنتمناو انه جاوبناك وطمأناك من خلال هذا الجواب هذا على راديو اصوات اللي فيها حنايا مواصلين معكم دائما مباشره في برنامجكم حديث ام غزل. معنا على الخط زينب من الرباط. اهلا بك زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كدايره اختي سناء لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك زينب. هادشي كنحمق عليك كنحمق عليك. وانا كنشكرك على هذا الحب ديالك وسعيده بسمع صوتك زينب. اختي
اعز انسان عندي في حياتي ومازال كنحماق عليك. ربي يخليك، شكرا لك بزاف كثير هادشي اللي كتقولي لي اليوم. شكرا بزاف عرفتي اختي عامين، وانا كنحاول نعيط ولكن ما كيشدش ليا الخط اليوم ساعدني حتى نهار كبير هذا اللي كنسمعك. وانا انا فرحانه بك زينب، والله يعطيك ديما باش تفرحي يا رب. امين اختي. مرحبا مرحبا. كنشكر الدكتور ايمن بزاف بزاف بزاف، وكنحماق عليه وديما كنجرب الوصفات ديالو كينجحوا ليا، وكنقول ليه الله يعطيك كل ما تمنيتي في حياتك كيف حيت كيساعدنا بزاف. شكرا. اللهم امين اختي، وانتم الجزاء والشكر اختي. هذا هو الواجب. مرحبا. انا كنحماق عليكم خويا. انا في رمضان كان كتنشف ليا البصره ديال وجهي بزاف، يعني كيولي وجهي ساحب، يعني كيبان لي وجهي ناشف بزاف. شحال في عمرك زينب؟ عندي 18 عام. 18 عام، واخا هاد المساله اللي كتحكي لنا عليها كيعرفوها الكثير من الشابات ومن الشبان اللي فعلا كينقص عندهم شنو غنقولوا الترطيب ديال البشره، وكيتولي البشره كتبان فيها كتبان بالعين انها بشره جافه، انه البشره بحال كتيبس. دكتور عماد شنو اللي مهم نركزوا عليه مع زينب في هذه النقطه ومع كل الشابات اللي بحال زينب؟ فنسولها واش كتشرب الماء بزاف بعدا، واش كتعطي، واش يعني كتعطي الحق ديال الماء اللي خصو يدخل للدات، على الاقل واحد يطرو نص ديال الماء في اليوم. شويه لان الماء بعدا هو الاساس، لان الماء كانش الماء ما يمكنش يكون عندنا الترطيب ديال البشره. هذا من جهه. من جهه اخرى ان في هذه الفتره ملي كيبدا يتغير الجو حتى البشره كنهملوها واحد شويه. علاش؟ لان دائما ذاك العبور كنعيط لها ديك القنطره العبور اللي كدوز من فصل لفصل، وخاصه ديال الفصل الربيع لفصل الصيف، كتلقى الانسان دوز العام كامل كيعيا حتى كيوصل لواحد الدرجه انه صافي ما كيبقى يقدر يدير حتى شي حاجه، حتى باش يهتم بالبشره ديالو كيهملها، وهذا هو اللي كيخلينا ان البشره كتضرر. علاش؟ لان الا ما عطيناهاش الترطيب، مثلا نكونوا كنعطيو واحد الكريمات مرطبه، ولا نكونوا كنعطيو واحد الزيوت مرطبه بحال زيت اللوز الحلو، ولا زيت البابونج، ولا زيت لافوكا، ولا زيت رشيم القمح، فهادو كل زيوت اللي يمكننا نرطبوا بها، على الاقل نديروهم مره في النهار ندهنوهم على البشره ديالنا باش ممكن نستعملهم السيده بوحدهم ولا تخلطهم؟ تخلطهم ولا نستعملهم بوحدهم، فالفائده كتكون هي. ومن الاحسن يتستعملوا في الليل. في الليل ولا الزيوت اللي عطيت الزيوت اللي عطيتهم كنستعمل. نعم. زيت الزيتون، كندير غير زيت الزيتون للبشره ديالك. ايوا اختي، راه زيت الزيتون اصلا الا كنتي كديريها راه غادي تملح لك البشره ديالك، والبشره ديالك غادي تفقد الماء، اذا راه هذيك زيت الزيتون الا كثرتي منها يمكن لا تعطيك المشاكل. ماشي كل ليله، وكندير غير شويه وبالليل. شحال تقريبا؟ واخا ماشي كل ليله، شحال كديرهم في السيمانه؟ شحال كديريها في السيمانه؟ تقريبا 3 ايام بحال هكا. ايوا 3 ايام، راه غير 3 ايام، راه مره واحده في السيمانه خصنا نستعملوها ولا جوج المرات، لان 3 ايام بزاف. وزيت الزيتون الا درتيها بوحدها ما غاتستافديش منها، على الاقل خصك ديري معاها مواد اخرى بحال دابا زيت الزيتون، تخلطيها بزيت اخرى، زيت اللوز الحلو ولا اي زيت اخرى باش يمكن لك تستافدي منها. فهمتي؟ اذا انت دابا عندك مشكل من يعني من جهه اخرى، ان كتستعملي زيت الزيتون، واخا في النهار كتستعملي شي بوماده اللي كتحمي لك الشمس البشره ديالك، شي اكخون نهائيا. ايوا راه اذا ها مشكل اخر. نعم. وواحد الحاجه اخرى، كندهن موارد على البشره ديالي في الليل، واش هذا الشيء عندنا شي سير عفاك؟ واخا موارد، اش من النوع ديال الموارد اللي كديني؟ موارد اللي كيتباع، اللي كيتباع بخمسة دراهم. واه فهنا كتبقى بين قوسين، هنا كتبقى بين قوسين، يعني فالماورد ما يمكنش يضرني. الماورد اختي، الماورد انا كننصح بالماورد اللي كيتقطر بالطريقه التقليديه ديالنا، ماورد المغربي 100%. هذاك بعدا كنستافدوا منه داك لي دغولا، وكنستافدوا والبشره كتستافد منه. اما بين قوسين كاين بعض الانواع ديال الماورد اللي كيكونوا تجاريين، فانا الا جينا نهضروا عليهم راه خصنا واحد 20 حلقه باش نهضروا على هاد الامور هذه. صافي، اذا النصيحه حنا باش نديروا خلاصه القول، نصيحه للبشره الجافه غتكون لك وغتكون كاع الاخوات اللي كيسمعونا وعندهم مشكل البشره الجافه. اذا البشره الجافه في الليل غدهنوا زيت لافوكا، كندهنوا شويه منها وكنباتوا بها يوميا. عندنا نقدروا عندنا كريم مرطب كنستعملوه ليلي ولا ديال اليوم، وضروري من البوماده ديال الشمس، وخاصه في هذه الفتره هذه نستعملوا ليكرون، لان ليكرون هو الوقايه. الا ما درتوش ليكرون راه اشعه الشمس اللي ضاره غادي دير لكم المشاكل في البشره ديالكم،
هذا الشيء قبل ما يوصل الصيف. تهلا فراسك زين بن رباط، تحية كبيرة لكم برباط على الموجة راديو أصوات 95.7. غادي ناخذ زهرة معنا من الدار البيضاء، أهلا بك على راديو أصوات زهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. الله يبارك فيك، انا فرحانه بزاف حيت ديال خط معاكم. نهار كبير حنا سعداء بالخدمه. ونشكر الدكتور ومتقبلات المكالمات وجميع الطاقم ديال راديو اصوات. مرحبا. تفضلي زهره، حنا في الاستماع، شنو السؤال ديالك؟ حنا في الخدمه. انا بغيت نسول الدكتور على الزويت بحال اليوم تلاتيفات، قال لي شي زويت ديال الدهن من اجل الزياده في الوزن ولقيت فيه الله سالا. اه واخا عندك الامكانيه تدخلي للصفحه، انت داخله على الفيسبوك؟ نعم. عندك الامكانيه تتبعينا على الصفحه ديالي الرسميه؟ عندي الصفحه ولكن نعطيك وصفه ماشي مشكل، غير الوصفات ديالي. واخا يلا، عندك ورقه وصفه؟ لا راه شوف غير بلاتي، راه كل وصفه كيقدمها دكتور عماد كتلقاوها في نهارها بالتاريخ ديالها كتلقاوها في الصفحه، يعني هذه خليها معلومه يعني شي حاجه مثلا بغيتي تعاودي تاكدي فيها ولا دخلي للصفحه. نعم. قلبي رجعي للتاريخ، عقلي على النهار، راه غتلقاي كل الوصفات اللي كيقدمها لا دكتور عماد ولا الوصفات الطبخ ايضا اللي كيدوزوا في البرنامج. وحنايا طبعا غادي نعاودوا نعطيو الوصفه، وغادي نذكر على انه موضوعنا اليوم العادات اللي نكتسبوا خلال شهر رمضان الكريم للعنايه بالجمال وبالنفس ديالك. لالا تفضل دكتور عماد. اذا غتاخذ زيت بذور العنب، معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، غتخلطيهم غدهنيهم على البشره ديالك بمساج ديال 10 ديال الدقائق وتخليهم 30 دقيقه، هي ساعه قلت ولوز في كل شيء. والعمليه غديريها كل ليله وتداومي عليها يوميا مده على الاقل واحد ديال 3 شهور. هاد الوصفه نعاودو نذكرو علاش كتصلح؟ الزياده في الوزن والزياده في بعض المناطق. هادي كتصلح لتسمين الوجه؟ زيادة في الوزن، يعني تسمين الوجه. أيه تسمين الوجه، يعني أي بلاصة بغينا نزيدوا فيها لا في الأرداف ولا في الوجه ولا في البطن فكنستعملوا هذه الوصفة هذه. إذا هذه وصفات اللي غادي تصلح للسيدات اللي كيعانيوا من النحافة المفرطة، واللي ربما كيخافوا أيضا في رمضان يزيدوا يفقدوا الوزن. معنا زهور من ورزازات، أهلا بك زهور. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لالا سنة بخير. الحمد لله، الله يبارك فيك. لاباس. الله يبارك فيك زهور، مرحبا بك. شكرا على هذا البرنامج. الله يكبر بك، شكرا لكم على وفائكم الاصوات، مرحبا بك، تفضلي شنو سؤالك؟ السؤال ديالي الدكتور عماد. نعم اختي كنسمعك. عندي واحد الوصفه ديال التعرق، بغيت نسولك واش صحيه ولا لا؟ هي مهم هذا السؤال. اها. فيها جوج معالق كبار زيت جوز الهند. اها. جوج معالق كبار بيكربونات الصودا. نعم. وثلاثه قطرات من الزيت الاساسي. ديالاش؟ ديال النعناع مثلا. نعم. والسؤال ديال الثاني، عندي فقر الدم. اها. ونقص فيتامين دي، بغيت شي وصفه اللي غتعاوني. واخا على راسنا وعينينا. السؤال الاول مرحبا بك، مرحبا وراكي سفيره الاصوات مدينه ورزازات. دكتور عماد، الوصفه اللي تقاسمات معنا زهور واش صحيه او مضرة؟ غتحيد منها البيكربونات دو سود، لان الا تخلطات مع الزيت الاساسي ما غاديش تعطيها نتيجه. اذا زيت جوز الهند، هي زيت الكوكو، جوج معالق كبار، وديرهم في حمام بريم باش تذوب هذيك الزيت. كانت دايبه ماشي مشكل، ولكن اصلا خصها تسخن واحد شويه في حمام بريم. وغدير غير خمسه ديال النقيطات زيت النعناع، بلاش، لان الروح ديال النعناع شويه مجهده. غديري الروح ديال الخزامه ولا الروح ديال الورد، خمسة ديال النقيطات، وتخلطيهم حتى يجمد هذاك الخليط، وديك الكريم هي اللي كتولي كدهني كديرها كمعطر طبيعي. بالنسبة لفقر الدم، غادي ناخذوا معلقة كبيرة ديال الكركادي، معلقة صغيرة ديال الفوة مطحونين، كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق. من بعد كناخذوا كاس صغير من هذا الخليط نص ساعة بعد الفطور، بعد الفطور في الايام العاديه، وبعد وساعه ونص بعد الفطور في الشهر المبارك. بالنسبه للفيتامين دي فغنستعملوا الوصفه اللي كنعطي دائما، اللي غتاخذوا فيها معلقه كبيره ديال الزنجلان، اللي كتاخذوها جوج ديال المرات في اليوم. اذا نتوما هذيك جوج المرات في اليوم غتخليه واحد ثلاثه ديال السوايع ونص بين المعلقه الكبيره ديال الزنجلان
والاولى وبين الثانيه. اذا شوفوا نتوما الوقيته اللي غادي تناسبكم. غادي ناخذ اسئله اخرى ليكم مستمعاتنا على رقمنا 0522 77 24 24. غادي ناخذ بدايه سميه معنا من مراكش. ثم فاطمه من اكادير. سميه اهلا بك على راديو اصوات. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا سميه. شي سنة كبيرة لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا بك. شكرا على هذا البرنامج بزاف. لا شكرا على واجب. شكرا اختي. شنو سؤالك تفضلي؟ شي عندي ثلاثة الأسئلة واخا خارجين شوية عن الموضوع اسمحوا لي. إيوا أنا نفضل يكونوا في الموضوع. واخا قولي لنا شنو هما هاد الأسئلة هادي؟ دابا أنا عندي 17 عام في عمري و عندي مشكل ديال الشمس. شناهو الشمس؟ فاش كنستعمل ليكخون كي واخا كنستعمل ليكخون كيحوز ليا شي حبوب في وجهي غير مجرد انني زعما ندوز من الشمس ولا نقطع واحد الفطره طويله تكون فيا دوك الحبوب وتيخرج منهم واحد الماء بحال بحال الاصفر. وعمرك استعملتي شي كريمه اللي كتقشر ولا شي ماسك للبشره ديالك؟ استعملتي شي حاجه قشرات لك البشره ديالك ولا عطاتك حساسيه؟ لا ما عمري استعملت شي حاجه كاع. واخا البشره ديالك كي دايره بيضاء؟ ف هذا نوع من الحساسيه التعرق والسخونيه اللي كيعطي هاد الحبيبات اللي كيكونوا بحال هكا كيتنبلوا وكيبانوا بحال فيهم شويه ديال الماء. فهنا خاصك تستعملي وهذه ليك انت وكاع الاخوات اللي عندهم هاد المشكله ديال الحبيبات البيض اللي كيبانوا مع التعرق ومع السخونيه، تستعملوا خل التفاح الطبيعي، لان خل التفاح الطبيعي كيحيد لنا داك التيدم او كيحيد لنا داك 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 الدهون اللي كتفرز بواحد الطريقه كثيره وكينقص لنا حتى التعرق، لان دابا ديك الملوحه ديال التعرق هي اللي كدير هاد المشكل هذا. اذا نخل تفاح طبيعي كديروا شويه في القطن كتمسحوا به الوجه ديالكم، غاسلينه ولا ما غاسلينوش ماشي مشكل، كدهنوه كتخليه واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد كتغسلوا وجهكم بالماء عادي وكتنشفوه. نعم. هذه من جهه كديروها جوج المرات في اليوم. المساله الثانيه كتستعملوا زيت الورد، لان زيت الورد فيها واحد الكول طبيعي اللي هو كيعطينا التوازن للبشره ديالنا. اذا زيت الورد شويه منها كدهنوه على البشره ديالكم وعندكم ماشي الروح ماشي الويل اسونسييل دو غوز، لا راه الزيت الويل فيكس دو غوز ولا لو ماسيغا دو غوز، الزيت ديال الورد هو اللي كناخذو منه شويه وكندهنوه في الليل، كنديرو به مساج ديال 10 ديال الدقائق وكنباتو به. العمليه كديروها دائما حتى كتحسوا ان البشره رجعت للحاله الطبيعيه ديالها. على ذكر الخل ديال التفاح، على صفحه ديال فيسبوك زعيم اصوات هند كتسولنا كدير الوصفه ديال الكركم والعسل وزيت اللوز مرتين في الاسبوع وكدهن خل التفاح كل ليله، كتخليه تقريبا نص ساعه وكتغسلو وكدهن زيت اللوز الحلو حيت عندها حب شباب ولا تخاص ديالو. واش هاد الوصفه مزيانه؟ مزيانه اكيد مزيانه، غير تحترم المقادير ديالها فغادي تكون وصفه مزيانه. واش هاد الوصفه الا بقى منها شاط منها شويه تعاود تستعملو؟ الا كان فيها العسل الحر ماشي مشكل، الا كانت الوصفه فيها العسل الحر والخرقوم بلدي واللوز الحلو فالوصفه تقدر تبقى حتى لشهر ما كاينش مشكل. ولكن اللي كدار بالياغورت فاش كنعوضوا العسل الحر بالياغورت ضروري هذيك الوصفة كنستعملوها هذيك الساعة. واخا سمية كان عندك مازال سؤال ثاني، غناخذو من عندك سؤال ثاني لأنه غناخذو فاطمة اللي معنا حتى هي على الخط من أكادير. تفضلي سمية شنو سؤالك الثاني؟ بغيت نسولك على الأم ديالي عندها مشكل ديال الكلف. إييه. عندها زعما عندها واحد المدة طويلة في وجهها تكون دابا في 20 طون بحال هكا. 20 طون، الكلف ملي كيقدام دكتور عماد شنو هي الوصفة السحرية والمضمونة؟ فهنا غادي نستعملوا خصنا مادة اللي كتحيي الخلايا ومادة اللي كتجدد الخلايا، إذا اللي خصها تكون روجينيراتيف. شنو هي المادة اللي هي غذاء ملكة النحل لاجولي غويال؟ إذا لاجولي غويال كتاخذوا بعد ثلاثة ديال المعالق كبار ديال العسل الحر ومعلقة صغيرة ديال لاجولي غويال. فلاجولي غويال إلا لقيتوها جارية يعني بحال العسل ماشي مشكل، ولا لقيتوها غبرة ماشي مشكل، كتاخذوا معلقة صغيرة ديالها. هذا الخليط كتخلطوه في حمام مريم، إذا معلقة صغيرة ديال لاجولي غويال وثلاثة ديال المعالق كبار ديال العسل الحر كنخلطوهم مزيان في حمام مريم حتى كيتخلطوا، كنخليو هذا الخليط حتى كيجمد وكتاخذوه وكديروا بهذا الخليط كتاخذوه شويه ماشي بزاف، كديروا واحد الماساج في البلايص اللي عندكم فيها الكحوليه قديمه، في البلايص اللي عندكم فيها ديتخاس مثلا ديال الجرح ولا ديتخاس، وكنديروا واحد الماساج ديال 10 ديال الدقائق 10 ديال الدقائق
وكنخليوه 30 دقيقة، هي ساعة قل ثلث في كل شيء. من بعد كنغسلوه، العملية كنديروها نهارية ونهار لا، ولكن راه كداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال 4 شهور حتى ل 5 شهور، يعني باش يبدا يبهات شويه هذاك اللون اللي كيكون. يعني خاص الصبر وخاص الوقت باش ينقص هذاك الكلف اللي عنده 20 سنه. سلمي لي على المي ماسوميه وتهلاي فراسك، وسلامي لكل من كيتابعنا مدينه مراكش. بالنسبه لجولي غويال شنو هي التكلفه ديالها؟ خفت تكون شويه غاليه في الثمن. فهي غرامات يعني معلقه صغيره ديال لاجولي غويال او لاجولي غويال، حيت لاجولي غوياليه بايضه الثمن راه كدير 1000 درهم للكيلو، ولكن حنا خصنا واحد 5 غرام ديالها ولا 10 غرام راه كافيه. ولكن شحال 5 ولا 10 غرام؟ 5 ولا 10 غرام غادي تكون ب 50 درهم 60 درهم. الا السيده ما عندهاش باش تاخذ هاد لاجولي غوايل باش نعوضوها في هاد الوصفه دكتور عماد. ما يمكنش تعوض اختي سناء، لان ضروري من لاجولي غوايل هي لي جينيراتيف وطبيعيه. ولكن لان الوصفه ديال الخرقوم تقدر دير الوصفه ديال الخرقوم بلدي والناس الحر، غير هي غادي تاخذ لها مده طويله، مثلا غادي تستعملها واحد المده ديال 8 شهور عاد تعطيها النتيجه. حنايا اذا كنسولوا كل الاسئله لانه كتعرفني دكتور عماد كندير راسي في بلاصه المستمعات. نتفق معك، ولكن وحنايا باش نشرحوا شنو هو طبعا شي مرات دابا خصك بين كل وصفه ووصفه، ولكن الاختيار لا. غادي ناخذوا فاطمه معنا من اكادير. اهلا بك فاطمه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك معنا في حديث ومغزل على راديو اصوات. شنو سؤالك اخت فاطمه؟ تفضلي. السؤال ديالي الله يخليك، نسول على التزعيم. انا العمر ديالي يلاه عندي 41 عام وعندي بزاف حول العين، تزعيم حول العينين والجبهه ديالي. نعم. ويلاه يلاه بداوني عاوتاني عند الدقن. واخا 41 سنه وبداو كيبانوا التجاعيد دكتور عماد. سبق لينا تكلمنا ايضا على هذا الموضوع وعطيتي فيه وصفات مزيانه، شنو تقول الاخت فاطمه؟ فالاخت فاطمه غادي نقول لها احسن ماده اللي كتصلح التجاعيد اللي كترد لينا ذاك الكولاجين الطبيعي هي الطيل الاخضر ديال لاجيل فيغ. الطيل الاخضر اللي غتاخذي منه معلقه كبيره وغتجمعيه ببيض بيضه. بيض بيضه فيها واحد الماتيريال اللي كتسمى لا ليزوزيم، بحال دايره بحال ليلاستيك. فبيض بيضه كنجمعوا به معلقه كبيره ديال الطيل الاخضر وكنديروا به ماسك على البشره ديالنا، كتخليه نص ساعه وكتغسليه. العمليه غادي ديرها جوج المرات في الاسبوع وتبقاي مداومه عليها، يعني على الاقل بعدا واحد 3 شهور وجوج المرات في الاسبوع راه كافيك ان شاء الله. هي راه في شهر ونص الاول شهرين الاولانيه كيولي كتبان النتيجه. شنو اللي منطقه اكادير معروفه به كمواد طبيعيه دكتور عماد لمحاربه التجاعيد؟ كنعرفوا البارح تكلمتي لنا على زيت التين الشوكي. زيت التين الشوكي واش موجوده؟ كاين تعاونيات اللي كيصوبوها في اكادير؟ اكيد موجودين تبارك الله، وراه هذيك المنطقه كلها راه غنيه بهذه المواد هذه. كاين ارغان ديال الجميل، غير هو ارغان ديال الجميل من الاحسن نديروه في الليل، ولكن نخليوه ساعتين بحال هكا ونعاودو نغسلوه، لان حتى واخا نباتو به ونبقاو به حتى الصباح كيبقاو دوك الاثار ديال المواد اللي كتكون فوتو سونسيبل، يعني المواد اللي كتهيج لينا اشعه الشمس، فهنا كتكثرنا على البشره. حنا غادي مازال نتكلموا معكم على صحه الفم واللثه وكذلك التعرق بوصفات دكتور عماد. شنو الجواب؟ وهناك سناء اللي كتطلب وصفه تبييض الاسنان، وشي وصفه اللي كتخلي الريحه زوينه في الفم؟ اكيد فغادي ناخذوا الزعتر، اذا الزعتر القرفة، الزعتر كتاخذوا منه معلقة صغيرة، القرفة كتاخذوا نص معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال الختامة، وتخلطوا هاد المكونات كاملين. إذا الفرشاة ديال الأسنان كتاخذوا شوية من هاد الخليط هذا، كديروا فيهم معجون الأسنان وكتحكوا بها الأسنان ديالكم هكا على الأقل مرة في اليوم، يعني تحكوا اسنانكم عادي ولكن هذه الوصفه تحكوا بها على الاقل مره في اليوم، فان شاء الله كتكون مضاده للبكتيريا، مضاده للمشاكل ديال اللثه، وكتخلي ديك الرائحه في الفم مزيانه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل تحرق دكتور عماد، وعندي اسئله ايضا في هذا الباب، شنو نصيحتك للوصفه اللي كتنقص او كتحيد ريحه العرق؟ نعم، فغادي ناخذوا زيت الزعتر معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال زيت الزعفران الحر ولا الماسيغا ديال الزعفران الحر، معلقة كبيرة ديالو، وكديروا فيها 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال اليزير،
معلقه كبيره ديال الزعتر ديال زيت الزعتر ومعلقه كبيره ديال زيت الزعفران الحر، وكديروا 10 ديال النقيطات ديال الروح الازيل لويل اسونسييل دو غوماغان، كتخلطوا هذا الخليط وهذا كتاخذوا منه شويه كتوليو كدهنوه في المناطق اللي كيكون فيها التعرق كتكون فيها الرائحه. بالنسبه للعنايه بالشعر، الكثير من الناس اللي كيولي حيت كتنقص المناعه كتكثر عندهم القشره او مشكل الفطريات باختلافها، شنو هي الوصفه اللي غتنصح بها الناس دكتور عماد؟ فغادي نديروا الوصفه الاولى غادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال النعناع يابس مطحون، هذه معلقه كبيره القشره، نعم القشره والمشاكل ديال الفروه ديال الراس. اذا معلقه كبيره ديال النعناع يابس ومطحون، معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه، كتخلطوهم كتغليوهم في نص لتر ديال الماء حتى كيغلى مزيان، كتصفيو هذا المحلول، هذا المحلول كتشقوا به شعركم، يعني كدهنوا الجلده ديال شعركم وشعركم ساعه وكتغسلوه جوج المرات في الاسبوع. وغنعطيو سيروم، سيروم اللي غتاخذوا فيه زيت اليزير وتاخذوا زيت الارز الويل فيكس دو سيدر ماشي الروح، زيت الارز. اذا زيت اليزير وزيت الارز في قيم متساويه، مثلا معلقه كبيره معلقه كبيره، كنستعملوه كسيروم. اذا الصباح منين تنوضوا واخا في ايام الافطار فهو ما كيفطرش، كناخذوا شويه كندهنوه في يدينا ودهنوا على الشعر ديالكم، تمشطوه وتقادوا المهم وتداوموا عليه يوميا، فهذا السيروم هذا غيكون مغذي مضاد الفطريات وكيرجع الافرازات ديال الدهون اللي كتكون في روضه الراس الحاله الطبيعيه ديالها. وفي الاخير البشره، تكلمنا على الكلف على التجاعيد وعلى الحبيبات الرقاق اللي كيظهروا ربما في هذه الفتره مع الحراره، شنو النصيحه دكتور عماد للعنايه بالبشره؟ اولا بدل الماء بزاف، ما نقطعوش الماء ضروري واخا في الفتره ديال الصيام واخا في اي فتره. ثانيا غادي ناخذوا نديروا واحد السيروم مرمم اللي غناخذوه في الليل، غتاخذوا فيه زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو، زيت السلمية وزيت النافع لانيس، زيت اللوز الحلو وزيت السلمية وزيت النافع، معلقة كبيرة من كل زيت غادي تخلطوهم مزيان، وهذا كسيروم ما تقطعوش، تبليو تاخذوا شوية ودهنوا على البشرة ديالكم وتباتوا به يوميا، وما عمركم تقطعوا هذا السيروم لان من الشهر الاول كتولي كتبان لكم النضاره ديال البشره والبشره كتولي كترجع للحاله الطبيعيه ديالها. نقطه اخيره، الاخت بالقاضي كتسولني على واحد المساله مهمه. نعم. عائشه ايت القاضي كتقول لي هي في الشهر التاسع 17 اليوم، يعني ما بقاش جاي ان شاء الله، ان شاء الله الله يفك على خير، وغادي تولد، وكتسولك على شي حاجه اللي تساعد على الولاده الطبيعيه. فالولاده الطبيعيه هو كتكون في المناطق ديال الولاده كنديروا مساجات، واحد المساج اللي كيدار، هذا المساج اللي كيدار مده ديال 15 ديال الدقيقه، يا اما الزيت ديال الورد يا اما الزيت ديال الجوجوبا، لان كتعطي هاد المرونه للعضلات، ولا الزيت ديال البابونج. اذا وحده في هاد الزيوت هذه كنديروا بها واحد المساج في الاماكن ديال الولاده 15 دقيقة وكنداوموا عليها يوميا، فهي كتساعد العضلات انها كترجع لها ديك المرونة وديك الإلاستيسيتي ديالها. شكرا كثير دكتور عماد، دكتور الصيدلة والمختص في العلاج والتداوي بالأعشاب.